بيطلع لي الماسوره اللي في النص ديت اللي هي لونها اللي رايحه عشان تغذي السخان، بيقول لي الفلو فيها بيساوي صفر، وهو كان المفروض، وطبعا مش هيقدر يعمل سايزنج ليها، واحنا قلنا المفروض ان كميه الميه السخنه اللي طالعه من السخان اللي احنا هنا شفناها القيمه بتاعتها تساوي 25 مل لتر بالسكن، المفروض تساوي كميه الميه اللي داخله للسخان اللي هو بيساوي صفر. في الحقيقه انا دخلت قلت يمكن العيب عندي في الكونفيجريشن اللي انا عملته للسخان، فقلت والله اجرب سخان تاني من الفاميليز اللي موجوده على النت وجبتها من شركه وحطيتها، لقيت برضه بتعمل نفس المشكله. فبرنامج الريفت عنده قصور في الحته دي، لان الكميات اللي بتبقى ماشيه في المواسير بتبقى بالفيكتشر يونت، وانا لما باجي اعمل عمليه التساوي بين الميه اللي داخله الاكويبمنت والميه اللي خارجه من الاكويبمنت المفروض تبقى فلو ريت، وديت هنا هو ما بيربطهاش ربط مباشر زي مثلا في الشيلرات زي في الفان كول يونت وخلاف. فدي مشكله والريفت ما لهاش حل. لو حد اوريدي اطلع ودور ولقى ليها حل يا ريت ان هو يقول لنا على الحل بتاعها هو ايه. طيب نفس الكلام برضو هعمله في الهوت برضه عشان اختار وافكركم تاني ان احنا ازاي بنختار الماسوره. المواسير كلها بتاعت الهوت، هاجي اقف على اي ماسوره اعمل لها هايلايتنج وايه وادوس تاب حوالي 3 مرات وبعدين اعمل كليك، فكده كل المواسير بتاعت المياه السخنه تم اختيارها. اجي برضه هنا في الدكت بايب سايزنج برضه اشتغل على فلوستي اور الفيكشن واقول له اوكي، وخلي بالكوا برضو يبقى هنا عندك كالكوليتد سايز اونلي لان في عندك اكتر من اختيار زي ما احنا شايفين، واقول له اوكي. فاوريدي عمل لي السايزنج، هلاقي الميه اللي خارجه من السخان القطر بتاعها نص بوصه، وهلاقي طبعا الكميه بتاعتها موجوده هنا اللي هي ربع. اجي بقى على الماسوره اللي داخله السخان هديها برضو نفس السايز اللي هو نص بوصه، يعني لو ما كانتش نص بوصه احولها لنص بوصه، وكده نبقى قدرنا نعمل سايزنج للمواسير اللي ماشيه في دوره المياه لوحده في وحده سكنيه. وافكركم مره تانية ان الوحده السكنيه ديت في عندك سقف ساقط موجود فيها، عشان كده احنا خلينا المواسير كلها ماشيه فوق السقف الساقط. وشكرا للاستماع، وياريت لو في اي ملاحظات تعملوا نوت على الفيديو. شكرا.